اهلا بكم مره تانيه اعزائي المشاهدين. تعالوا مع بعض دلوقتي هنعرف تفاصيل كتيره جدا. ان الفن مش مجرد تسليه، الفن موهبه وعلاج، علاج للي بيمارس الفن وعلاج لبعض المصابين بالاكتئاب النفسي او بعض انواع الامراض. يمكن بالتحديد وبالتفصيل هنتكلم عن هذا، يعني هذه التفاصيل النهارده من خلال ضيفتنا اللي معانا الاستاذه جيهان ايوب، مصممه مشغولات يدويه ومدرب معتمد وممارس علاج بالفن. يعني انا في الاول برحب بيكي، اهلا بيكي معانا. وكلمه ممارس للعلاج بالفن ده يعني مفهوم يمكن احنا مش معتادينه هنا عندنا في مصر، فخلينا نبتدي بيه. هل في مصر دلوقتي تخصص ممارسه العلاج بالفن؟ ده حقيقي، هو مؤخرا ابتدى الاهتمام بالعلاج بالفن في مصر. طبعا في اوروبا، بريطانيا وامريكا من زمان جدا، من الستينات تقريبا، ستينات القرن الماضي يعني القرن العشرين، 64 تقريبا، ابتدى فنان بريطاني. تمام. كان بيتعالج من السل، وابتدى يرسم بعد في فترة النقاهة، لقى ان حالته الصحية بتتحسن مع رجوعه لممارسة الفن. جميل. فاخده كخط ابتدى فيه انه يساعد المرضى انهم يخرجوا احساسهم بالفن ويبتدوا يتعافوا عن طريق الفنون. طب يعني ليا بقى سؤال في الجزئية دي او التفصيلة دي، هل لازم اللي بيمارس العلاج بالفن يعني او المريض يعني لازم يكون هو اساسا محب للفنون، ولا انا ممكن امارسه مع اي حد؟ لا، العلاج بالفن ليه اكتر من طريقه. يعني احنا يعني كممارس لازم اكون فنانه. تمام، دي نقطه مهمه. يعني مش اي حد ممكن يمارس المهمه دي او المهنه دي، لازم يكون هو فنان. بالظبط، لازم يكون على الاقل عنده مبادئ ان هو بيقدر ان هو يشتغل فن. لان في علاج بالحكي، علاج بالكتابه، علاج بالرياضه، علاج بالموسيقى، دي كلها تدخل تحت العلاج بالفنون المختلفه. علاج بالرأس ده علاج بقى انواع خاصه جدا. بالظبط. لكن احنا كممارسين لازم نمارسه تحت مع اخصائيين، بالتعاون مع اخصائيين نفسيين واطباء نفسيين. صحيح. لان الجزء الدوائي، الطبيب النفسي ده مهم جدا، ده اساسي، هو ده كان اساس العلاج النفسي. بدوا يقتنعوا شويه ان ممكن المرضى او اللي بيعانوا من حالات نفسيه مختلفه او اعاقه بدنيه، اعاقه ذهنيه، كل دول يقدروا عن طريق الفن او ممارسه اي نوع من انواع الفنون انهم يتعافوا، مدمنين، تعافي من الادمان عن طريق الفنون، عن طريق الحكي، ان انا ابتدي اخرج مشاعري، اخرج احساسي. مش لازم كل حد بيتعالج يكون بيعرف يرسم او بيشتغل فن خالص، لان هو مش مطلوب منه انه يعمل بورتريه. اكيد لا، هو مطلوب منه يخرج احساس، انه في كتير منهم ما بيقدروش يعبروا بالكلام، فان هو يعبر بشكل مختلف عن طريق الفرشه، عن طريق الالوان، عن طريق ان هو يخرج مشاعره وألامه على بشكل فني، بشكل فني، او حتى زي ما قلتي بشكل موسيقي او بشكل رياضي. بالظبط. طيب، هو في جزئيه هامه جدا قلتيها، ان بيبقى معاكي طبيب نفسي. طبيب واخصائي نفسي. واخصائي نفسي هو اللي بيحدد نوع الفن، يعني هو اللي بيحدد ان الحاله دي النوع الفني اللي يناسبها كذا؟ لا، مش شرط خالص. لان بيبقى في محتوى بيتحط، طريقه ان هو عايز يخرج منه ايه، لان في ناس مصابه باكتئاب، يعني ده حاجه بسيطه، اغلبنا سيدات مثلا مصابات بالاكتئاب، فما بيبقاش في فن معين، يعني مش لازم تكون هي متقنه لحاجه معينه، هي بس شغفها ايه. مرضى السرطان مثلا في حاجات معينه نقدر نقول ان هو مثلا اللي هم مانسر بريست كانسر ما يقدروش يمسكوا حاجه حاده، يعني ممنوع ان هم، ففي انواع فنون في انواع فنون مش مناسبه ليهم، فدي بتدخل في الاعتبار. الاعاقه الذهنيه كمان يعني مش المفروض انهم يمسكوا حاجه، في امراض ما يمسكوش حاجات حاده معالج المزمن، فلازم كل حاجه سيف. سرطان الاطفال مثلا، مصابي سرطان الاطفال، يعني دايما كنا بنسال هم ينفعوا في مواد معينه، انواع من الالوان ما ينفعوش يشتغلوا بيها، لازم الالوان تبقى سيف او اورجانيك او طبعا. صحيح. فكل حاجه بالظبط. كل في ناس مرضى الصدر حساسيه، في مواد معينه ما ينفعوش يشتغلوا بيها،
انواع الفنون بالذات اللي بنشتغلها بخامات او ليها روائح سبريهات الكلام ده طبعا تمام. ممنوع تمام. فطبعا لازم الطبيب والاخصائي النفسي يكون معانا في تحديد الفن اللي هيشتغل فيه. وبتساله بقى صاحب الحاله نفسها مثلا هل انت عندك ميول فنيه، هل انت كنت بتحب ترسم، بتحب تغني، بتحب تعمل موسيقى، وبتبتدوا بقى يعني ده المدخل. هو بيجرب كل حاجه لغايه لما يلاقي شغفه او هو قادر يعبر باي طريقه. يعني عادة أنا عشان مدربة فنون أساسا يعني الديكوباج والكولاج والميكسد ميديا ده نوع من أنواع الفنون السهلة قوي اللي ما بتحتاجش مهارة. طبعا المحترفين بيحتاجوا مهارة، لكن لوحة زي كده محتاجة أنه يعبر بشكل حر بالسكينة والألوان، سكينة النحت والألوان. الأساس بيبقى اختيار الموضوع، مشاعره، هو حاسس بالصورة. يعني كولاج بالذات والديكوباج هو بيعتمد على اختيار تصميم أو صورة. صحيح. بنبتدي نلزقها ونشتغل حواليها ميكسد ميديا أو أي خامات مختلفة، فاختياره بيعبر عن إحساسه، ممكن يخرج ذكرياته. صحيح. على طب خلينا نعرف الكلام اللي انت بتقوليه بقى ده من خلال ان احنا نطبقه على القطع الفنية الموجودة. يعني أنا عرفت منك إن كل قطعة فنية موجودة هنا هي بتاعت شخص ليها قصة وحكاية، فتحبي تبتدي بإيه؟ هو ده شغلي أنا. شغل المتدربين ممكن يكون ليه صور. الصورة دي مثلا كانت في مود معين. ده كله شغلك انت لوحدك من غير المتدربين؟ من غير المتدربين. ده ليكي يعني ده شغلك انت كفنانة بقى؟ بالظبط. وبرضه في جزء من العلاج بالفن. انا كنت لسه هقول لك بالنسبة للشخص نفسه الفنان نفسه، هل الفن اللي هو بيمارسه وبيحب هو بالنسبة له مجرد موهبة، ولا بيبقى بالنسبة له أنه بينفس بيه برضو عن مشاعره وعن أحاسيسه؟ أكيد هو الفن مش مهنة. الفن بالنسبة لي أنا أو بالنسبة لكتير من الفنانين الحقيقيين أنهم بيخرجوا إحساسهم على لوحاتهم أو حتى أي عمل فني بيشتغلوا. أنا عن نفسي كنت مصابة اكتئاب لفترة طويلة. والله ده اللي دخلني مجال التدريب وخلاني كمان عرفتي أهمية الفن. أكيد. للأمراض النفسية بالزبط. وبالتحديد الاكتئاب بالظبط. قررت انك تساعدي غيرك. ده أكيد. يعني التدريب كان تدريب عادي في الأول، وبعدين الحالات اللي أنا شفتها وأنا بدرب خلتني أدرس علاج بالفن بشكل خاص عشان أقدر أساعد. يعني كتير قوي، يعني أنا من الحالات اللي قابلتها سيدات خرجوا على المعاش مثلا ووصلت للستين وعندها حالة اكتئاب. كتير قوي تسمعي كلمة أنا فعلا كنت محتاجة أن أنا أخرج من المود اللي أنا فيه، أن أنا أعمل حاجة مختلفة. صحيح. كان مثلا أنها دخلت ورشة أو وكمان في ورش جماعية، فده بيخلي في نوع من أنواع التقارب وكل حد بيشوف تجربة التاني، ناس جديدة يتعرفوا على بعض. ده جزء من العلاج بالفن. في علاج فردي وعلاج جماعي. أيوة. يعني أيوة. نحن نقدر نعمل ورشة عمل كاملة. في ناس بتبقى محتاجة ثقة بالنفس فبتبتدي نهلا لو العمل معانا على الشاشة اهي، شوفي بقى الجمال لما بيطلق. مين بقى عن القطعة الفنية اللي ممكن تنتج من التعامل مع المرضى؟ يعني احنا شايفين، بصي دي مثلا واحدة من اللوحات الجميلة جدا. كلمينا يعني كده عنها. اللوحة دي صاحبتها فيلسوف. اختيار التصميم نفسه كان مختلف خالص. يعني في لوحة تانية، معلش خليكي معانا، انا عارفه ان انت بتحاولي تعرفي اللوحات. ممكن نعرفها من خلال هنا. انا بس مش شايفاها كويس. كل اختيار بيعبر عن شخصيه صاحبته. يعني جميل قوي. ده دي كانت ورشه علاج بالفن فعلا. ورشه علاج بالفن كل السيدات اللي كانوا فيها كل واحده فيهم خرجت بلوحه سواء ميكسد ميديا او لوحه ديكوباج مختلفه. يعني ده مستوى متقدم. هل انتوا بتدوهم مثلا قبل ما تمارسوا خطه العلاج، هل بتدوهم شويه مبادئ الفن؟ طبعا. هم بيتعلموا المبادئ اللي بيشتغلوا عليها، وبعدين يبتدوا يختاروا ويعبروا عن مشاعرهم واحساسهم على لوحاتهم. بتلاقي معظم المشاعر اللي بتظهر على اللوحات ايه؟ حريه. يعني اغلب يعني في ناس بتعبر عن ألمها السابقه، يعني
بتحسي فيها حزن بتخرج احساسها على لوحه، على اللوحه، اللي بتعملها الشخصيه اللي بترسمها، لان الديكوباج ميزته انها بتختار الصوره، فاختيار الصوره بيكون نابع من احساسها هي، مش بيبقى يعني في احساس من ناحيتها ناحيه الصوره دي. بالظبط بالظبط. فللاسف طيب هل مثلا من مرض لمرض بيختلف، بتلاقي نوع الممارسه او الاختيارات بتختلف؟ اكيد. يعني ذوي الهمم بيبقى اختيارهم حر تماما، ما بيقدروش انهم يختاروا حاجه معينه، الالوان عندهم بتبقى حريه، بس طريقه الالوان وطريقه وضع الالوان على اللوحه بتديكي احساس هو حاسس بايه. يعني انا من يومين كنت في معرض لحد من ذوي الهمم، كان ثيم المعرض عن الزهور. كل لوحة هو بيرسم طبعا بشكل عشوائي، بيرسم الزهرة بخياله هو. كل لوحة بتبين هو حزين، هو محتاج حد، تلاقي مثلا زهرة ومعها زهرة تانية وفي صلة بينهم دي. وطبعا دي الأخصائي النفسي بيكون أقدر ان هو يحلل وده بيساعدهم فعلا بناء ثقة بالنفس. جميل. يعني حقيقي اي حد من ذوي الهمم بالذات لما بيشتغل عمل فني بيديله ثقه وبيديله احساس مختلف ان هو قادر انه ينتج. صحيح صحيح. طب كلميني بقى عن لوحاتك انت او القطع الفنيه اللي موجوده هنا. استاذه جيهان، انت قلتي ان انت اصبتي قبل كده باكتئاب، ويعني حبك وموهبتك ساعدوكي انك تخرجي من الحاله جداً. دي فكلمينا عن القطع الفنيه اللي موجوده دي، قصتها معاكي ايه؟ يمكن دي اكتر لوحه انا بحبها قوي. دي كانت في ورشه من الورش، وكنا بنحاول يعني المود كان ايام كورونا، كنا لسه خارجين من كورونا، وحاولت ان انا ابين مدى يعني لو هتشوفي النظره، اختيار الصوره نفسها نظره فيها عمق، ضرب السكينه يعني الوان السكينه حوالين اللوحه حره قوي. حاولت ان انا اخرج كل المشاعر نقول الكبت والقعده في البيت. ده حقيقي ده حقيقي. يعني احنا في الورشه كنت بعلمهم ازاي الاساسيات، ازاي يشتغلوا ديكوباج، وازاي يتعبروا بشكل حر بالسكينه في اللوحه، اختيار الالوان نفسه تحسي انها يمكن فيها غامقه شويه وفيها نور برضو، فده مختلف. اللوحه اللي جنب حضرتك دي بقى لوحه يعني البنوته الجميله دي كلها امل، يعني دي انا عاملاها لبنتي. هي شكلها باين عليها ان هي طفله، يعني شكل الشعر المنسدل بطريقه معينه، مع انها ظهر يعني مش باين فيها سن ولا ملامح. اللوحه كانت بعملها لبنتي، بنتي مش صغيره، بنتي كبيره، بس انا حاولت ان انا اجسدها. هي فعلا ماشيه في طريق امل كله ورود، يمكن بظهرها ما بتبصش للعالم، هي باصه بس هي طريقها. بالظبط كده، يعني يمكن ده اللي كان المقصود من اللوحه يعني. تمام. وده بقى شكل تاني من الفنون، انك تستخدمي ده خشب، عباره عن خشب، وانت زوقتيه ولونتيه. ده ديكوباج، ده بقى للمناسبات المختلفه، يعني حتى الالوان بيبقى فيها من الروح اللي فيها احساسي انا بيها. يعني فانوس رمضان حبيت ان انا اعمله بشكل فاتح قوي، الوانه فاتحه. يمكن اغلب القطع اللي موجوده فيها عصافير وورود، شويه تفاؤل بقى. بالظبط كده بقى، ما احنا يعني ربنا يصلح الحال والدنيا تبقى جميله الفتره اللي جايه. واللوح بقى او البراويز اللي تحت دي برضو قولي لي، كل واحده فيهم برضو في يعني دي بقى تكنيكس شغل، يعني تكنيكات مختلفه، تقنيات مختلفه للديكوباج، سواء بقى لزقه او ميكسد ميديا او تعتيق وتبتين. انا يعني عشان بدرب تجديد اساس كمان، فبحاول ان انا ادخل اكتر من تقنيه في اي لوحه بعملها. يعني هل يعني انت قلتي لي ان انت اصلا فنانه يعني متخصصه في فن الديكوباج يمكن بشكل خاص، لكن لما قررتي انك تساعدي غيرك في ان هو يخرج من بعض الحالات النفسيه اللي بتصيب او بتكون مصاحبه لبعض الامراض، اتدربتي، فكلمينا عن موضوع التدريب ده، ايه اللي انت اتدربتيه وخدتي فيه قد ايه، وقالوا لك فيه ايه، يعني كنت بتدربي على ايه بالظبط؟ انا خدت تدريب مدربين TOT للفنون متخصص عشان اقدر ادرب فن بشكل محترف. يمكن ده كان اهم تدريب اخدته.
بعد كده خدت تدريب ارت ثيرابي اللي هو العلاج بالفن، وده خدته ايام كورونا اونلاين من بره. وحاليا ابتدينا في مصر نعمل رابطه للمعالجين بالفن، فيها اطباء وفيها اخصائيين نفسيين وفيها ممارسين اللي نقدر نجمع بعض. وبعد كده بس انا يهمني المحتوى اللي حضرتك درستيه كان بيقول ايه، وكان يعني بيدربك ازاي انك توصلي للمحتوى النفسي للمريض اللي قدامك. كلها تدريبات تطبيقية لاختبارات، يعني مثلا هندرب مجموعة ازاي تفكر تخرج مشاعرها بتاعت الماضي على لوحة. فبنبتدي نختار، بطلب منهم مثلا انهم يجمعوا مجموعة حاجات ليها ذكرى عندهم، صورة قديمة، حاجة ليها ذكرى سواء سعيدة أو مؤلمة، وبنبتدي نجمعها في تابلو معين. وكل واحد يعني لما بيكون ورشة جماعية كل حد هي بتبتدي مثلا تتكلم دي اختارتها ليه، فبتبتدي تحكي عن سبب اختيار الصورة. بتدخلوا كمان الكلام طبعاً الحكي بقى طبعاً. يعني يبقى في تعبير عن مكنونات المشاعر اللي ممكن تكون خفية ومؤثرة في الانسان نفسيا ان هي تطلع وتظهر على السطح. ده اساسي، لان هي لما بتبتدي تتكلم عن الصوره وياخد منها حد تاني يكمل، ممكن مثلا نحكي هي عملت تابلو معين فعامله فيه قصه، نخلي حد تاني يعمل نهايه مختلفه للقصه. يعني نهايه مختلفه للتابلو، هنزود كذا، هننقص، يديها هي تاثير ازاي تحل مشكلتها. يعني اذا كان هي عندها مشكله فهي الورشة الجماعية بتدي حلول لمشاكل الآخرين، لأن دايماً الآخر مش شايف، يعني شايف صحيح. الصورة بشكل صحيح. أكتر من اللي جوه اللي المشكلة من الخارج أو من البعيد بالزبط. ممكن يكون يعني ده نوع من أنواع التطبيق. في كمان رسم المانديلا بيخرج نوع من أنواع الفنون، إن إحنا نرسم زي نرسم المانديلا، زي نلونها. الألوان نفسها اللي بيختاروها بيكون ليها تأثير نفسي وعلاقة بالشعور الداخلي بتاعهم. ممكن نشتغل احيانا بعمل تمرين مثلا لونك يعني ايه اللون اللي جه على بالك اول ما الوانك اللي هنشتغل بيها في اللوحه. انا متهيالي كمان يعني الخط بتاع الرسوم والالوان واختيار الالوان يمكن بشكل خاص بيتم التعامل فيه مع اطفال التوحد بشكل ده أكيد كبير. ده اكيد. انا ما تعاملتش مع اطفال ذوي همم، لكن الفتره اللي جايه هننزل تدريب مع تدريب مختلف ليهم، تدريب ليهم كورس مختلف. انا تعاملت مع محاربات كانسر واطفال الكانسر، ودول بيبقوا عايزين يحسوا انهم لسه موجودين. سواء المتعافين بيبقوا مقبلين على الحياه جدا فعايزين يشتغلوا بايديهم. الاطفال يعني كتير قوي داخل المستشفى لما كنا بنتعامل معاهم كان في منهم اللي بيبقى منتظر عمليه او منتظر دخوله لغرفه العلاج. فوقت الانتظار بنبتدي نلعب بالالوان ونبتدي فبيبتدوا ينسوا خالص هم موجودين فين او مستنيين ايه. حضرتك عارفه طبعا جلسات العلاج الكيماوي بتبقى صعبه جدا على الاطفال. الرسم والالوان طبعا مع الاطفال بصفه خاصه يمكن بيحبوا الرسم جدا وبيحبوا يعبروا فعلا عن احساسهم بالرسم اكتر حتى من الكبار. ده اكيد. وحتى رسمهم مش لازم يكون ليه مدلول، يعني مش لازم يكون حاجه يعني ده من التفريغ، بيبقى نوع من انواع التفريغ. ولا وليه مدلولات، يعني اخصائيين نفسيين لما ابتدوا يحللوا رسومات الاطفال بيقدروا يخرجوا منها بمشاعرهم، هم حاسين بايه، بيفكروا في ايه. من مجرد حتى الخط وحتى شكل الخط، الرسمه حجمها، وجودها فين في اللوحه، فوق ولا في المنتصف او في اخر اللوحه، ليه بالنسبه للاخصائيين النفسيين مدلولات. وفي تيست بتعمل يعني اختبارات بتتعمل على الرسومات بتاعتهم. قولي لي يا استاذه جيهان دلوقتي يعني الناس اللي سامعيننا يعني اي حد ممكن يمر بحاله نفسيه طبعاً. وكلنا طبعا بنمر بظروف صحيه، وقد يكون واحنا في المنزل عادي بما يعني من غير ما نحتك بمتخصصين نفسيين بنبقى ممكن بعد فتره مرض او فتره نقاهه عندنا حالات اكتئاب او حاسين بضعف او وهن او مدنا رضيء. يعني تدي نصيحه للناس ان هم الناس العاديه اللي في البيوت ممكن ان هم يفرغوا عن مشاعرهم او اكتئابهم بالفنون ازاي؟
طريقه بسيطه جدا. احنا لو جبنا شويه الوان خشب او الوان شمع وابتدينا على اي لوحه نخرج بشكل عشوائي جدا الرسومات على الورق، صدقيني يعني من غير ما اكون بعرف ارسم على فكره هخرج كل احساسي على الورقه، اكتب جمله انا حاسه بيها. تفريغ نفسه بيخلي طول ما الحاجه مكبوته، يعني طول ما احساسنا مكبوت جوانا فهو بيزيد. وكل واحد يكتشف نفسه الناحيه الفنيه اللي تقدر تعمله عمليه تفريغ، يكتشفها ازاي؟ بالتغذيه البصريه. يعني احنا لما نتفرج، يعني اغلب السيدات اللي انا بدربهم دلوقتي في منهم مهندسات وطبيبات وقعدوا في البيت، يعني ما بيشتغلوش سواء لظروف الاولاد او، فبتبتدي تحس انها يعني بتدخل في اكتئاب حقيقي كتير منهم بالشكل ده، يعني ما بيخرجوش وبيربوا الاطفال، هم شايفين ان تربيه الاطفال ده حاجه ما بقتش، درست 7-8 سنين وقعدت في البيت وكان عندهم احلام عمليه وان هم يوصلوا مثلا لمراكز او مناصب، ففوجئوا بان الحياه واخدهم سكه تانية خالص غير احلامهم. انا بشوفها فتره زمنيه وبتعدي سواء رجعت للكارير بتاعها او عملت شيفت كارير وغيرت. اغلبهم دلوقتي بيحاول يدخل في الشغل الفني، يعني كتير قوي من السيدات ابتدوا يشتغلوا اعمال يدويه. يعني الانترنت خلى كل حاجه موجوده، بتفرج على فيديوهات كتير وبتفرج على اعمال كتير، اجرب حتى لو مش هنزل اخد ورشه او هتدرب او هنزل كورس تدريبي. اليوتيوب ما خلاش فيه حاجه مش موجوده، صحيح يعني احنا كتير نقدر ناخد ورش اونلاين. يبقى النصيحه الاخيره اللي احنا بنختم بيها لقائنا النهارده ان احنا ما نسيبش نفسنا للاكتئاب، كلنا بتجيلنا ظروف وكلنا بيجيلنا فترات بنبقى تعبانين فيها، ما نسيبش نفسنا للاكتئاب ان احنا يعني نتعمق في حاجه تؤدي بعد كده لشيء سيء، لا نحاول ان احنا نشوف بنحب ايه نمارسه، بنحب ايه، عندنا موهبه ايه، ونتعلم، نتعلم فيديوهات، نتعلم تدريب، نتعلم، بس المهم ان احنا نغير مودنا وننفس عن مشاعرنا. حتى لو عملت حاجه لبيتي مش لازم، يعني مش لازم ابيع واتاجر فيها. بالظبط، لبنتي حاجه لبيتي، انا غيرت جزء من الديكور، ده بيغير الحاله النفسيه وده صحيح. جزء من العلاج بالفن. صحيح. انا بشكرك جدا الاستاذه جيهان ايوب، مصممه مشغولات يدويه ومدرب معتمد وممارس للعلاج الفني. بشكرك جدا، نورتينا النهارده. واتمنى ان احنا نكون قدمنا معلومات مفيده وجيده تساعد كل مشاهدينا اللي كانوا بيسمعونا النهارده.